بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم مشاهدي قناة روتانا خليجية على أكيد برنامجكم اليوم ساعة شباب. بكون معكم أنا طرات سندي لمدة ساعة كاملة من 4 إلى 5. طبعا المعلومات هذه اللي انضموا لنا جديد وما كان يعرف عن البرنامج اليوم بإذن الله راح نستمتع كثير بفقراتنا والكثير من الضيوف اللي راح إن شاء الله يلهمونا بأفكارهم وأيضا مجالاتهم المختلفة اللي حيكونوا معنا اليوم بإذن الله. برضو أذكركم أنه على مواقع التواصل الاجتماعي خلينا نقول اليوم أتواصل معنا بتفاؤل بشكل كبير لأنه خلاص بدينا إجازة وبدينا فلة على قولهم وخلصت الاختبارات. فخلينا نشوف تواصلكم على موقع التواصل الاجتماعي اللي دائما تظهر على الشاشة. قبل ما نبدأ في جولتنا لازم نشوف إيش عندنا من عناوين ونرجع لكم من جديد نشوف العناوين سوا. في ساعة شباب اليوم استكشف البث الحي حول العالم من جوالك مع بيريسكوب الجديد. إبداعات الرسم الساخرة عبر سناب شات. أول سعودي يشارك ببطولة أوروبا للدراجات البحرية. شاب سعودي يبتكر إبرة لنحت الغضاري. إسماعيل مبارك يغني مغروم. إذن هذه عناويننا لليوم، وطبعا كالعادة راح نبدأ بتطبيقاتنا الموجودة واللي أوقات كثير بتسألوا إيش الجديد فيها. اليوم حنتحدث عن تويتر اللي أصدرت يوم الخميس تحديث جديد لتطبيق بث الفيديو الحي اللي هو بيريسكوب على نظام التشغيل iOS، بيجيب معه برضو كثير من المزايا أبرزها أنها بتحسن استكشاف مقاطع الفيديو اللي بتبث بشكل عام، وبرضو قامت الشركة بإضافة قسم جديد تحت عنوان خريطة اللي هو ماب يتيح لك أو للمستخدمين بشكل عام استكشاف البث الحي من جميع أنحاء العالم مع خريطة تقدر أنك تتقرب وتبعد زي ما تبغى فيها، يعني في ديتيلز فيها مو بس خريطة والسلام. برضو بيضيف التحديث إمكانية توفر الإعدادات الفورية اللي هي ريبلايز بحيث إنه ما عاد صار المستخدم يعني يستنى أكثر عشان يخلص البث وبعد كده يرجع يشغله. وبرضه في إمكانية حذف هذه الإعدادات من قسم من الأقسام الرئيسية تحديدا من هوم. كثير دائما بنحاول نجيب لكم آخر التطبيقات الموجودة، وشكل التطبيق جميل جدا وراح يعني يسلينا أكثر في تويتر، خصوصا إن تويتر ما عاد صار يعني لفئة معينة ما صار مفعل كثير زي زمان. فإن شاء الله اليوم اللي يجربها أو يجرب التطبيق تحديدا يراسلنا ويقول لنا كيف كان التطبيق مع على مواقع التواصل الاجتماعي. الآن راح نروح لهواة الرسم خاصة الساخر منه على السناب شات، إبداعات بأدوات بسيطة لكن جدا جميلة، خلينا نشوفها سوا. لكم اليوم بعض الرسومات الرائعة والتي أبدع فيها الهواة في الرسم عبر استخدام الأدوات التي يتيحها سناب شات. فعلى هاشتاغ فن السناب يشارك المغردين برسوماتهم وإبداعاتهم المستوحاة من مواقف الحياة بأسلوب فني رائع. ان الابداعات اللي بتصير في سناب شات اوقات احاول ان انا ارسم لما كان ما ارسم طبعا في الاي او اس او الايفون بشكل عام، لكن على السامسونج القلم والاختيارات الاوبشنز الموجوده بتساعدك انك انت تغمق وتفتح في الالوان براحتك، فاتوقع بيستمتع كثير اللي معاهم سامسونج. الان راح نكمل معاكم في جولتنا لحسابات المشاهير، خلينا نشوف اليوم من معنا. وحيدك انك غنى في الدايم
اليوم نأخذكم في جولة حول حساب الفنان اليمني والذي حصل على لقب نجم الخليج سنة 2010 فؤاد عبد الواحد على إنستغرام. يتابع النجم فؤاد عبد الواحد على إنستغرام قرابة 62 ألف متابع، إذ بدأ مؤخرا بنشر مقاطع من حفلاته الغنائية وآخر أخباره الفنية على إنستغرام. وقد شارك الفنان فؤاد عبد الواحد مؤخرا في جائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك للشباب العربي الدولية. أنا حاولت أنساك لكن. أما عن آخر إصداراته الفنية فقد كانت أغنية من كلمات الشاعرة أصايل وألحان البحر. خلنا نهاجر في عروق الحب مع نبض الغرام، دم الغرام اللي جمعنا كون وأكبر من بلا. بالتوفيق للفنان أكيد فؤاد عبد الواحد، وحنرجع لكم إحنا بعد الفاصل الكثير من العالمين اللي راح تناسبكم بإذن الله. خليكم معنا في ساعة شباب، راجعين. في ساعة شباب بعد الفاصل، أول سعودي يشارك ببطولة أوروبا للدراجات البحرية.